مساء الخير، ليلة جديدة من ليالي المنارة الساحرة. مصر النسيم في الليالي وبياعين الفل، ومراية بهتانة على القهوة أزورها وطل. قال أنادين طل من مطرح ما أنا طليت، والقاها برواز معلق عندنا في البيت. فيه القمر مصطفى كامل حبيب الكل، المصري باشا بشواربه اللي ما عرفه الذل. ومصر فوق الفرندا واسمها جولييت، ولما جيت بعد روميو بربع قرن بكيت. ومسحت دمي ومسحت دمعي في كمي، ومن ساعتها وعيت على اسم مصر. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. مصر الثلاث أحرف الساكنة اللي شحنة ضجيج، زوم الهوى وطقش موج البحر لما يهيج، وعجيج حوافر خيول بتجر زغروطة، حزمة نغم صعب داخلة مسامعي مقروطة، في مسامي مضغوطة مع دمي لها تعريج، ترع وأنوات سقت من جسمي كل نسيج، وجميع خيوط النسيج على نبرة مربوطة، أسمعها مهموسة ولا أسمعها مشفوطة، شبكة رادار قلبي جوه ضلوعي مظبوطة على اسم مصر. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول مارس، والنهاردة عندنا حفلة خاصة جدا أو لقاء خاص جدا. عندنا أربع مناسبات بعد كام يوم، ليلة النصف من شعبان. كل سنة وانتم طيبين. وطبعا كلنا عارفين ان الليلة دي ليها دعاء، لكن انا هحكي لكم حكاية صغيرة قوي عن واحد كان بيطوف حوالين الكعبة. وهو بيطوف كان مش حافظ أدعية، فواحد قال له ادعي باللي في قلبك. انا هقول لكم الدعاء ده وكلنا هنقوله طول عمرنا: يا رب ملناش غيرك. المناسبة التانية هتيجي بعديها بشوية، بس قبليها بكام يوم إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين وربنا يبلغنا شهر رمضان المعظم. المناسبة التانية دي اللي قبل رمضان، في مناسبتين هم جايين في يوم واحد وكلنا لازم نحتفل بيهم: عيد الأم، كل أم وهي طيبة، وعيد ميلاد مدام الدكتور محمد سعد الدين راعي صالون المنارة اللي بيستضيفنا النهاردة. لكل هذه الأسباب كان معانا بقى المفاجأة الجميلة اللي انتوا شايفينها وراي، الكبير الأستاذ ماجد سرور. الأستاذ ماجد سرور وفرقته الكبيرة قوي مهمة جدا. النهاردة هنستضيف صالون ليه طبع خاص جدا. الصالون ده فاصلين زي حفلات الأوبرا الكبيرة اللي بنحضرها. الفاصل الأول يعني هو من النجوم اللي كتير منكم طلبوه. أنا مسامي قالت لي أنا عايزة ياسر سليمان. فالنهاردة معانا في الفاصل الأول المطرب الجميل، مطرب الأوبرا اللي من 2007 وهو على خشبات مسرح الأوبرا،
هيقدم لنا مجموعه من اجمل الاغاني. انا مش هتكلم عن الاغاني النهارده بعد اذنكم عشان الحفله طويله قوي. انا هكلمكم على حاجه واحده بس في الفاصل الاول. الفاصل الثاني هقول لكم برده حاجه صغيره، انما الفاصل ده ليه علاقه بليله النص من شعبان وشهر رمضان. انتوا كلكم فاكرين انت عمري، عارفين حكايتها ان عبد الناصر في عيد العلم لما قابل عبد الوهاب وام كلثوم قال لهم لازم بقى تعملوا لنا حاجه، فعملوا انت عمري. انما الرئيس السادات برضو يعني ما فاتتوش الحكايه دي، ففرح بنته كان فيه بليغ حمدي والشيخ النقشبندي، فقال لهم عايزين حاجه منكم. النقشبندي انتفض، قال ايه ده؟ ده بيغني حاجات الرقص والحاجات دي. فبليغ قال له طب انا هخليك تغني حاجه مش هتقول، ما حدش هيقول زيها. فلما سمع اللحن الشيخ النقشبندي قال لهم ده مش بني ادم، ده عفريت من الجن من كتر جمال الكلام ده. النهارده اللي هيقدم لنا الاغنيه دي ياسر سليمان مطرب الاوبرا الجميل، هيقول لنا مولاي اني ببابك. قبل ما نشوف ياسر استاذنا ماجد سرور هيقدم لنا مقطوعه موسيقيه وعايزنا كلنا نغني معاه اغنيه لورده. بس قبل ما نبتدي نرحب بالفرقه الموسيقيه الكبيره اللي كلها اساتذه من الاوبرا ومن معهد الموسيقى. الدكتور ماجد سرور استاذ آله القانون باكاديميه الفنون، عازف الناي استاذنا دكتور نبيل برجاس استاذ آله الناي باكاديميه الفنون، الالات اللي انا بحبها بقى، عازف الشلو الشهير الاستاذ طه السيد، والاله اللي انا بفتقدها في كل الصالونات اله الكونتر باس من اهم الالات الموسيقيه، وعازفها الاستاذ صلاح رجب، عازف الكمان الشهير الاستاذ محسن ياسين، عازف الايقاع الاستاذ محسن الصواف، وده ليه ميزه خاصه ده عزف مع عبد الوهاب نفسه. واخيرا عازف الرق الاول بالاوبرا الاستاذ عبد الرازق احمد، هو مشهور بعبده الرايق، فتوقعوا من هذه الاله الجميله اروع الايقاعات. مره ثانيه كل سنه وانتم طيبين، واترك المسرح لاستاذنا الدكتور استاذنا حبيبي، مع السلامه. مساء الخير عليكم. احنا ده لقائنا الثاني تقريبا. في لقائنا الاول كنا عملنا حفله كلثوميات وكان بنفس اعضاء الفرقه تقريبا، و يعني كانت الحفله اللي فاتت كنت انا ابرزت لحضراتكم ان الفرقه اللي موجوده الاساتذه اللي بيعزفوا كلهم ما حدش عمل بروفا مع حد، ولا حد قدامه ورقه نوته ولا اي حاجه. احنا على الواتساب كده اهو هنقول اغنيه كذا وكذا كذا، وكلنا الحمد لله حافظا، يعني كلنا زي بيقال كده ودانيه. احنا ودانيين. ف النهارده الاستاذ مصطفى مكتوب طبعا انا بحييه جدا، وهو اكتر حد بيكلمني وكده، فبيقول لي كل شويه يقول لي ها هتعزف لنا ايه انت؟ يعني سيبك من المطربين عارفين هيغنوا ايه، انت هتعزف لنا ايه؟ فبالحقيقه انا بستغل عزفي المنفرد في حاجه تسعدكم، حاجه تسعد الناس اللي بتسمعني، خصوصا ان انتوا هنا مش جمهور عادي، انتوا جمهور جايين تسمعوا مزيكا لمزاجنا لحياتنا لترفيه ارواحنا. فانا بختار دايما حاجه نغنيها سوا. فكل حد من حضراتكم قاعد بيسمعني يعتبر نفسه هو المطرب اللي انا جاي اعزف معاه قانون، والفرقه دي كلها جايه تعزف معاه عشان هو يغني. فاحنا هنعزف اغنيه سهله، اغنيه مالي لست ورده. كلنا هنغني
بصوتنا الجميل كده يعني من غير صوت عالي من غير باور يعني، كلنا هنغني بانسجام كده لحد ما نصل اننا كلنا نبقى منسجمين ومتسلطنين، وان شاء الله الفقره تعجبكم ان شاء الله. شكرا شكرا جدا.
على فكرة بالصدفة ده كان مطلب أحد أعضاء الصالون إن كل الصالة تغني مع العازف.